وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة الدكتورة فاطمة، وبداية يعني لو تحدثينا عن دور المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية سواء في الترشيح أو التصويت أو التوعية أو حتى الرقابة، كيف تجدين هذا الدور؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم. طبعا بداية أحب أن أتقدم تحية إجلال وتكبير لجلالة الملك المعظم ملك مملكة البحرين ولسمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا العرس الديمقراطي في نسخته السادسة اليوم. يعني بصراحة هذا الدور اللي اليوم الشعب البحريني اللي مقدم ويتقدم في خطة سريعة تجاه صناديق الاقتراح شيء يثبت الصدر ان احنا نشوف ما شاء الله البحرينيين مساندين للحكومة، وكل يوم هم في طور وتجديد وعندهم نظرة إيجابية تجاه هالانتخابات. مشاركة في الحقوق السياسية اللي هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله عاهل بلاد معظم. وقد حرص الدستور دستور مملكة البحرين على النص عليها وتأكيد حق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق الانتخاب والترشيح. نعم. طبعا وفق الشروط والأوضاع التي يبينها قانون مباشرات حقوق السياسية. واليوم احنا نعرف ان الانتخابات هي تعد اللبنة الاساس اللي تساهم في نشر الثقافة البرلمانية لدى المواطنين وتعزز من اهميتهم، ويعني مشاركتهم يعتبر في المجتمع بشكل فعال عن طريق ممارسة حقهم في الانتخاب والترشيح، وكذلك في دورة العملية الانتخابية والحملات الداعمة للمرشحين. وهذا طبعا يكون واضح من خلال الانتخابات اللي السنة هي عام 2022 نشوف نسبة المشاركة تضاعفت بشكل كبير. ولو نقارن للمرأة ما شاء الله دور كبير فتضاعف طبعا مقارنة بانتخابات 2018 كان 47 مرشحة، اليوم وصل العدد إلى 94 مرشحة في الانتخابات النيابية والبلدية. ومن خلال رصد متابعة العملية الانتخابية بعد ممكن نقول أن الرغبة في المشاركة الفاعلة في الانتخابات ازدادت وارتفعت لدى المواطنين، ولذلك نجد الإقبال تضاعف على الترشح لعضوية مجلس النواب مجالس البلدية، وأن الناخب عندما يشارك في الانتخابات إنما يعكس ذلك تأكيد على التصويت البحرين والمساهمة في صناعة المستقبل. وجاء ذلك من خلال شعار الانتخابات لهذا العام. نعم. نصوت للبحرين، وهذا الشعار جميل جدا لما احنا كلنا نكرر ونقول نصوت للبحرين، لأنه يحمل رسالة كبيرة في رغبة المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية والمساهمة في الشؤون العامة للتطوير. يعني بصراحة أنا أشوف أن كل الأسباب اللي خذت الخطوات اللي جات لتعزيز اليوم كان خطوات قوية جدا، ونشكر الإشراف القضائي اللي هم على جميع مراحلهم وإجراءات العملية الانتخابية كان جيد جدا، والرقابة اللي تكفلها المشرع الوسائل الإعلام والمؤسسات المجتمع المدني. نعم. تعد من الضمانات الهامة لكفالة الحق. نعم. الانتخاب سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.